ساعات حد جاي الشنقيطي ما قد جاي فيه صهره ما توصف قبل حد جبر الشباب وجبركم انتم الحمد لله الحمد لله. الناس اللي دعيت نجبر فيه عيالي اشخاص كيف دكتور محجي نجبر فيه نفضل يقعد يجيب نيال الشنقيطي الله يحفظك ان شاء الله الله يجد العمركم ماجور ان شاء الله على ما قدمت ما قدم شيء كبير يعني يعني انت الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع الاذى عن الطريق يعني صدق ما بالك انت سويت الطريق يعني نعم ما شاء الله هذا واجب واجب الوطنيين كاملين صحيح الله عاد شو بدي اقدر شيء لا ما بدي احسنت احسنت اخر يوم يزرع الانسان نعم أيام تستحق علينا يا سبحانه الله هذه بلاد أجدادنا وبلاد حضارتنا وبلاد إسلامنا وبلاد أصالتنا الحمد لله بلاد شيخنا الصوفية ما شاء الله اللي بلغوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العالم كان صحيح جابوه على أقدامهم يعني سيارات ما في طائرات ما في مواصلات ما في شيء فيه قطاع فيه الخطر خطر كان اللي كانوا يشملون هون يجمع الحجيج في بلاد سوق الإسلامية يجمع فيه الحجيج يمشي من هون عليكم السلام كيف يا عم تعطينا بس يعني فكرة عن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أبيك تعطينا فكرة عن يعني كيف اشتغلت في شق الطريق للأجيال القادمة إحنا قاعدين نأخذ فيديو عشان نحطه إن شاء الله على اليوتيوب الناس تتابع كيف كانت تجربة شق الطريق كيف بدأ لأن كانت مدينة شنقيطي قط مر بين شفاف كبير وكان المماهم أي سنة يا عم أي سنة سنة 1971 72 سنة 70 جاء الجفاف الموريتاني كان وإحنا ساكنين هنا فيها وكنا ساكنين كنا نسكن في الماكشوط كرجل أعمال مرت سنين شهبة في المدينة كانت المدينة خاصة المدينة كان بأهد رئيس المطار والدادة مش وزير عمران خرص له المدينة ايش كيف منيش خرص المدينة قال انها يا رجلت ومشاوة السيارات يردوها كانت تجبر المدينة السلطة وانا كنت حاضر معه كان ذاك مؤلم بالنسبة لي وقررت على المدينة مسكدون في المدينة انت الاصل من سكان هالمدينة انا من الاصل يعني قررت على النينة نحن هنا تياهم حتى وسائل البقاء وبدأت بالتعليم عدلت الإعدادية كانت المدينة من النجاح ولد ولا بنت قيسوا ولاية لازم يروح مكان ثاني والطريق كانت صعبة ما فيها سيارات ما فيش وخالص سيارة واحدة صغيرة جيت له تقريبا في الشهر مرة كان هذا كان صعب كان صعب سيارتي مرة واحدة في الشهر يلا صعب التعليم صعب كل شيء ما في شيء ما صعب الدولة في البداية يعني
هذا كان صعيب والجفاف ومن جهة الحروب حروب صحراء كان هذا كان صعيب كان ما في شيء. كانت في دراسة قطعة للتهريبية على الطريق نعم هذا يتعدل وعقبت وجهت مشاكل بين الدولة وليبيا وتوقف ذلك المشروع نعم. كانت في دراسة مطروحة عند وزارة التجهيز نعم. كان للحظ على زار رئيس الدولة ذيك الساعة محمد خلوي الهلال عسكري زار سويو نجا قال طلب من رجال الأعمال اللي يشاركوا في بناء موريتانيا نعم. كان الحظ لديني التقيت به وطلبته يعطيني دراسة الطريق ونعدت الهدي الشاقة للشقبين الطارشية نعم. وكان الحظ أنه طحت وبدأت فيها وكان أهون شق الشبال من شق الصدور الله. كان الناس تقول لهم هذا شيء غير معقول حصى قوي ها؟ كانت الناس تكذب في هذا يقول انه ما يقدر يصح الله. هو فعلا صحيح ما يقدر يصح ولكن مولانا ما راح يمشي احنا وفقنا الله تبارك وتعالى فعلا بدنا ذاك المشهود لوطني يعمل الناس كان كم سنة أخذ منك عشان تخلص هذا؟ أنا فيها سنة 1982 شهر السادس من السنة 1982 ووفينا منها سنة 1993 الله 6 سنوات اضطرت الدولة على أنها تقبلها 11 سنة لأن كان فيه تمويلات من المجموعة الأوروبية تعطيهم شنقيطي أول تعطي الدولة على أن تتوالى ذاك المشروع نعم وقبلتها وخلينا بينها معهم بعد ما تم شق الطريق تم تقريبا من 1992 وهي ماشية إذا رفعت تقريبا من 1992 عند 17 عليها 7 قعدت من 17 تقريبا هي اللي خارج عايشة هذا القطر كامل كان هذا فخر لنا واطمئنان طبعا وما فيه ندامة على اللي زلنا فيها من الوقت الحمد لله الحمد لله من مال وطاقة كان عمل ان شاء الله يتقبل الله تبارك وتعالى امين في ميزان حسناتكم طبعا دكتور هي ليست فقط للشنقيط وحده هي فعلا شايفنا من نبرة الشنقيط لكن فائدة الطريق للمنطقة كلها المنطقة اللي بعد ما نصعد على الجبل وادان وعين الصفر كل مرة من هذه الطريق لازم كلها سهلت عليه الصعود القطر كامل يعني المنطقة كلها هذا أصبحت مصر مكان وحيد اللي ممكن أن يصعد على الهضبة وطريق واللبن وأعتبر بأن هاي المكانة الشعبية دائما كنت أقول لكم فيه لأننا دائما عندنا أسماء رسمية على الحكومة والبلديات وطريق أسماء على الشوارع لكن لا أحد يعرف لأن هناك العقلية الشعبية تكافئ الناس بما أجزوا بالتالي لو أن الدولة الآن أطلقت هاي الطريقة أطلقت عليها اسم لا أعتبر الشعب لن يتقبل هي طريقة ولبنة يعني على اسم الشخص اللي بدأ الجواز هي طريقة في كل مكان في شرق موريتانيا والجنوب والشمال هي الطريقة المؤدية إلى شنقيط المنطقة وودان وبقية المكان الأماكن المرتفعة مثلا فرق الطريق العدل من أطار قيس التجيش ليك ما هو أخرى ليك عندها ليك عندها أهمية أخرى فهذا الجانب الغربي من الولاية كانوا كثيرين وارتأت الدولة على أن كل مجموعة في الليلة نتوخى عليه
لكن كان صايب اللي هذي جايسة شنقيطي ودان يقديك ملي جايسة قصور أخرين واستفادت منها الناس وطريق مهمة بعد الدولة طريق مهمة عندها مطلع آخر عندها بريدن قال التورفين طالع معه التورفين عرض أبدا منين درك باللي يوقفك سابقا طعب عين صغر على طريق الأول ما في طريق طيش ولا كان برد ولا قلت شيء ولا قلت الحضارة مرابطون على هذه الأرض ما فوق المرابطين إحنا سبل المرابطين مرابطين شافوا في القرن الرابع إحنا جينا هنا تياها في القرن الثاني في رحلة هذا الأساتذة يعطوكم جنبهم هم يتكلموا ما نتكلم عنهم يعطوكم ذاك الدين يقصد ان يقصد دكتور هادي ان انتم في رباط يعني محافظين ان كونكم موجودين حتى الشباب كونوا موجودين هنا الاسهل انسان يهاجر ويجلس في نواكشوط ولا يجلس ما كان خارج نواكشوط ايوه هو كان خارج لا شنقيط ايوه دير بلاد ما كان فيه كل شنقيط كان فيه لا شنقيط لا يعني اليوم تغير الزمان تغير على شنقيط لكن كونكم ما زلتم محافظين جالسين فيه بروح رباط مثل ما نقول احنا رباط اهل فلسطين وأهل الأردن وهذه في الشرق أنتم في الغرب يعني ما شاء الله لأن بلد معلم يعني إسلامي معروف والكل يتكلم عنه نحن عندنا 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 أخبار العالم كامل عاد اليوم موجودة في هذا تليفون صحيح وهذا ذي الأخبار اللي عند العالم كامل منها شنقيطي صحيح يعني منها شنقيطي وشنقيطي ما شاء الله مدينة تبقيها الروح مدينة فيها الناس بريئة صحيح جدا على الفترة كاملة ما مرحبا بكم وسهلا رحبوا بكم بارك الله ونقدروا لكم الجهد لمشيكم في بلادنا نبوها تعود تهتم بها تنبيه المشرق كامل إن شاء الله تنبيه بهدي تطرح العار على دول الخليج كاملة لأنها تهتم بها صحيح لأنها بلاد شاسعة ما فيها ياسر من الناس والبلاد هذه البلد كامل موريتانيا كامل قالوا بلاد شنقيط الإسلامي صحيح يعني تهتم بها يلزم يهتموا بها أكثر لأن الدولة ذاك اللي عدلوا بينهم هو الدولة ذاك مشكور ولكن ذلي يعدل بين سكان شنقيطي خاصة يلتو يكون طارح العار عليه صحيح طارح العار عليه المنظمات والجمعيات الخيرية خاصة ذلي هم موريتاني كان ماشي من هنا فيها صحيح كان هون كامل ما كان في بلد ما في لا شنقيطي ما كان في شيء ما تقرأ في التاريخ اللي معدين يعني الأقباط واليونانيين والمصاري وكان الناس اللي خارج لا شنقيطي ما كان خارج كل شنقيطي لأن عقبة بن رافع قالوا خال من هنا تيها في القرن الأول حق انتم الأساتذة هذا القرن الأول شنقيط الأولى 160 الأولى ها شنقيط الأولى 160 تحت الرمالي نعم مثلا مهمة نجيكم ونرحب بكم الله يطلب وقدروا لكم الجهد وتكلفة السفر الله يزيد قدروا لكم نشكركم على الإسلام بشكل مستقيم البلد اللي أنتم جايين إن شاء الله جزاك الله خير نطلبوا منه مساعدة للبلد اللي هو فياك يبقى بأنه هذا كامل لأني دار جهود كاملة يعقلنا كامل صحيح بالحال.
الحقيقة احنا كنا نقدروا نمشوا نطلبوا للطريق يا غير خلينا انها مازالت ما فاتت وفات. نعم. لاصحاب النيات الحسنه كامله اللي من هيقي دخل الباب مفتوح وخالك شقع معه الطريق حد يشوف البلاد الشافه خلصاك اللي تحتاج له ولا في مشكور اللي ساهم فيه سويش هو لان هاي المدينه مدينه 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 عريقه بالنسبه للعالم العربي الاسلامي كامل اللي وعضو واحد ذاك اليد وجد زين البحرين من المشرق كامل واحد بالنسبة لنا كامل واحد ما 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 صحيح. ما فهم فرق عندنا بين مدينة من ولا دولة وكان دولة واحدة جسم واحد عربي كامل الحمد لله سلام. الحمد لله شكرا بارك الله فيك. سيسلو عنده حديث تاريخ المدينة. تفضل. إذا كان فيه تساؤل عن شيء من قضايا التاريخ. قضية تأسيس كان الأستاذ. قضية نعم. الأول إحنا يقف على شروط القديمة. عبر. وتحدثنا بعض عن ملمح تاريخ عن المدن المتاحة. السلام عليكم الله نعم ابو بن نافع هو اول من يعني يقال انه وصل الى هنا فتح المغرب العربي نعم صحيح ولكن احفاده نعم نعم هم الذين وصلوا نعم. الى هذه نعم. يقال نعم لا هو فعلا عقب بن نافع بعدين استمر ابناء او احفاده ايوه من القيروان نعم بالتالي قاد بعض الجيوش نعم لفتح هذه المناطق ايوه وهذا يعني نقدر نقول ان اهل شنقيط العرب هم من بدايه من ايام الجيش الاول او الثاني حق عقبه بن نافع نقدر نقول هكذا الثاني او الثالث الثالث ثم جاءوا مع الجيش ثم استوطنوا بدايه لا هنالك جاءوا هنالك الإسلام نعم. انتشر على الطريق القوافل أحيانا نعم. والدعاة نعم. وما إليه بينما قضية الجيوش نعم. جاءت لترسيخ نعم. دعوة الإسلام بس يعني لما وصل عقبة بن نافع هل كنتوا أنتوا أهل البلد موجودين هنا ولا أنتوا جيتوا مع الجيش أنتوا عرب جاي من العالم العربي ولا بربر عرب ولا عرب وصنهاجه اه صنهاج ايوه لكن صنهاجه اللي هي قبيله لكن أيوة. لكن الشنقيط بط عرب عرب أيوة. عرب بينا في قبيله صنهاجه بربر وعرب ولا بربر لا صنهاجه عرب نعم بعد ياسد مأري نعم ايوه هاجر بعض القبائل نعم اليمنيه واستقرت في هذه الصحاري تسمى نعم. صنهاج نعم. ومثلا كل المؤرخين أكيد وربطها اختلطت نعم قبائل أخرى محلية ولكن كل هذا يسمى صنهاج ولكن الحين ابن تاشفين أيضا كان هنا ولا تاشفين كان هنا قبائل صنهاج نعم. لكن متأخر عن التأسيس أعرفه كان بعدين مثلا نعم. بن تاشفين بونات أو أصحاب قضية المرابطين نعم. بدء دعوة المرابطين نعم. قبله مثلا في عهد كانت مجموعة من القبائل الصنهاجية متحالفة نعم. على في هذه المنطقة نعم. يعني واحدة منها تسمى قدالة قرب المحيط
بلمتونة في الوسط ومسوفة في الشرق شرق ذلك يعني ودال كانوا يتحاربون في البداية ثم تحالفوا كانوا يتحاربون مع بعضهم يعني في البداية كانت هنالك خلافات نسبية ولكنهم تحالفوا وأصبحوا يحيى بن إبراهيم الجودالي ذهب للحج في رحلة الحج مر بالقيروان وجد هنالك تعليم وأصبح مسلم لكن الإسلام في ذلك الوقت ما يزال ضعيف عندما جاء إلى القيروان وجد مدارس حضارة هنالك وذهب إلى الحج عندما عاد جاء أيضا إلى القيروان وطلب من شيخ تلك المحضرة أن يرسل معه أحدا يعلم قومه الدين الصحيح كتب إلى تلميذ له شيخ هذا في جنوب المغرب سمى وكاك الدمطي فجاءه أيضا وأرسل معه عبد الله فقيه سمى عبد الله بن ياسين جاء به إلى هذه البلاد وبدأ يعلم الناس يعني عبد الله بن ياسين وصل إلى هنا إلى فقط أدرى أظن لم يتجاوزها إلا إلى الجنوب الغربي بدأ يعلم الناس في البداية التف حوله خلق ولكن الحرص على الإسلام والمسلكيات الإسلامية لم تستقر وبذلك بعد فترة كان البعض يخرجون أو يقومون بأعمال لا تتفق مع الإسلام وبذلك هذا لم يستطع قبولها وبالتالي قال لي من يثق بهم أنه عليهم أن روح الجزيرة أيضا يذهبون وحدهم بالتالي ذهبوا انعزلوا وأكدوا أن من طلبوا من جاءهم مسلم حقيقي قابل للتعاليم الإسلامية وتطبيقاتها والدفاع بشأن الإسلام مقبول عندهم ومن هو غير ذلك لا حاجة لهم والذي عملوا ما يسمى الرباط على شاطئ المحيط توارد عليهم بعض السكان فرادى وجماعات حتى وصلوا كما يقال إلى أكثر من 1000 يعلمهم قضايا الفروسية والدين وبالتالي لما بلغوا ذلك الذي قال لهم أنه الآن أصبح بإمكانهم أن يجاهدوا بدأوا يحاربون القبائل التي لم تنصهر حقيقة من الإسلام وبعد فترة أصبح لهم شأن لا بأس به دعاهم بعض القبائل المغربية جنوب المغرب لنصرتها فاتجهوا إلى هنالك لنجدة بعض القبائل التي خرجت القبائل التي أصبحت تخاف من خارجين ذهبوا إليهم وحاربوا معهم وانتصروا وركزوا أيضا الإسلام في بعض المناطق المغربية أو وجهها وعاد قتل عبد الله بن ياسين عبد الله بن ياسين هنالك وأصبح القائد أبو بكر بن عمر وكان أخوه قبل ذلك قد قتل في معارك هنا في هذه الصحاري فأصبح هو القائد نصب ابن أخيه يوسف بن تاشفين كقائد في وتركه عند مراكش وهو الذي بناها يوسف فذهب إلى الصحراء لأنه سمع بموت أخيه وبثورة بعض القبائل عليه فجاء لي
استتباب الأم وبعد وتوسعت في فتوحات في عهده ثم رجع إلى المغرب. عندما رجع إلى المغرب ربما يقولون لاحظ أن ابن أخيه أصبح يتوق بالسلطة ولا يرى له التنازل فقال شكره وتركه وقال له أن يزوده بمجموعة من العلماء بشرح تعليم الدين بهذه البلاد وتركه استمر وعاد إلى وواصل فتوحاته وجعل من أزور قرب أبا عاصمة وبعض العلماء الذين جاء بهم سقر وهنالك من الحضر عن غيره الذي كان قاضيا في الإمارة. من هذا التاريخ فقر الإسلام. نعم. قبره موجود أبو بكر بن عامر. من قبر من؟ أبو بكر بن عامر قبره موجود. موجود هنا؟ نعم في وراء يعني خلف قرب تجيجة. يعني على بعد 250 كيلو من هنا. شرقي. هو شرط الهون ميسن. عبد الله بن ياسين استشهد في المغرب ها؟ عبد الله بن ياسين استشهد في المغرب بعد. لا نعم في المغرب لكن في مناطق أظن غريبة قريبة من الصحراء. ما هو المهم فقط أن بداية الفتح قالوا إن الحقيقة القديمة التي تسمى أبوير من بين سلسلة من الآبار أقامها الجيش الإسلامي القادم من الشمال رحلة الفتح الأولى حدود 120 ما تميز فيه المرابطون الآبار لا بداية القرن الثاني السلسلة هذه كانت لها أهمية كثير لأنها يسرت وصول الناس إلى القوافل من جهة ثم أيضا الجيوش والدعاة وما إلى ذلك لأن الجو أصبح هادئا وأصبح الناس مسلمة لحد لا بأس به. نشأت أبوير واستقرت وأصبحت مدينة هشة وازدهرت كما يقول المؤرخون. أبوير هي وين؟ قريبا يزورها إن شاء الله مساء لكن تراشت. ثم بعد ذلك وقعت فيها صراعات داخلية وهاجر سكانها وبنوا شرعا حدود في القرن السابع 66 بعض الآراء تقول بعد ذلك ازدهرت أيضا أصبحت لها مثلا يفيد إليها العلماء لحدث الوصل والدعاة وطالبة العلم ويعتبر ازدهارها قمة ازدهارها كان في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري هذا النصف الأخير من القرن الحادي عشر والثاني عشر كانت بعد هذه الفترة بدأ أيضا سكانها ينزحون هنا وهناك ولكن المناطق التي هجر إليها بعض سكانها هجروا إليها أيضا بالعلم وبالحضارة والتمدن فلم تجد منطقة القبلة الحوض لكن المرجعية بوجه عام بقيت مرجعية يعني فقهية والعلمية والحضارية إلى حد كبير بقيت في شنقيط حتى
حيث القرن الثالث عشر، وحيث أصبحت هنالك حواضر لها شأن ناحية العدنية. هنالك مدن يعني 200 سنة عصر الازدهار تم تقريبا القرن الثاني عشر الهجري بدون مثلا انتشر منها العلماء بكل النواحي مثلا حد التلاميذ علماء شقيق هنا في القرن الحادي عشر في آخره كان قاضيا وإماما في ولاته في الحوض أيضا كان أيضا بعض الشخصيات الذين تخرجوا من المدرسة الشنقيطية في منطقة القبلة ما نسميها منطقة الثلاثة الحالية هاجر إليها أيضا بعض الشخصيات العلمية من هنا ينسب إليهم نهضة القرن الثالث عشر الهجري أيضا في تلك البلاد في تلك الناحية. إذن لكن المهم أن مختلف الأسانيد ترجع إلى في كل تلك المناطق الأسانيد العلمية الفقهية ترجع إلى علماء صحيح. هذا بالإضافة إلى نوع أيضا من الازدهار الاقتصادي عزز هذه القوافل كانت بين هنا والمغرب وجنوب يعني أفريقيا جنوب الصحراء وكذلك عندما أيضا أصبحت الاستطلاعات الأوروبية وما بعد ذلك هذه أيضا القوافل تتجه إلى المحيط وحيث هذه المسالك تغيرت بعض الشيء في القرن الرابع عشر الهجري بدأت موجات من الشمال تصل لما تسمى بحسان الحسانية أيوة الحسان وهؤلاء العرب هجرات قادمة من المشرق وغرب مصر شمال إفريقيا وصلوا إلى العرب سيطرتهم بعض الوقت فرضوا سيطرة وكونوا بعد ذلك إمارات أصبحت السلطة السياسية والسلطة العسكرية بأيديهم وبالتالي أصبحت طبقة الزوايا دولهم لكن الناحية العلمية والاقتصادية وما إلى ذلك هذا بيد طبقة الزوايا ثم طبقات أخرى تابعة كذا بالنسبة للمجتمع. جزاك الله خير بارك الله أستاذ أستاذنا اتركوا الشباب يلعب عندهم عندهم برزنتيشن لابد تعطي شيء بديهي وهذا كلمة بسيطة منك بعدين بسيطة كل فيها الناس كاملة أنا أقول إنه عندي بعض العتب على إخوتنا المشارقة نعم نستحق ذلك نعم لأن للأسف مدرمين أكثر مدير ثانوية شنقيطي الأول أنا صرت في التقاعد الحمد لله نعم نبناء المدينة تبقى أستاذا مهما تقول تقاعد هذا الجيل اللي تكلموا لكم اثنين منه نعم كان جيل رائع جدا الله عايش الاستعمار الفرنسي قاعده ونهض بالبلاد حتى تابعها الى الاستقلال الله وبعد الاستقلال حملوا الاعباء كلها على اكتافهم الله استاذ مصطفى كان هو استاذي في السنه الاولى ما شاء الله في المرحله الابتدائيه ما شاء الله و كلهم سلالته ترجع الى انشاء شنقيطة الاولى الله الحمد لله الله اذا هم اخوتنا وابائنا ونحن نقتفي آثارهم ومعنا مجموعة الحمد لله من الشباب عندنا فيه الكثير من الأمل أرجع إلى عتبي تفضل على إخوة المشارقة نستحق لأن الكثير من المشاريع الاقتصادية التي تثبت الناس في المدينة هنا يمولها إيطاليون فرنسيون ألمانيون وللأسف لم نجد من العرب إلا المرحوم القذافي اللي ترك لنا الخزان ترك لنا الخزان ومحطة توليد الكهرباء نعم.
هو اللي سوى الكهرباء بعد، انا ما كنت ادري. نعم هو اللي بنى دارها، ولكن يقولوا الشناقطة بانه بناها ثم ارسل اليها جيشا يحطمها. اذا هذا العمل اللي عدلونا اخوتنا العرب مازال خاص شيء صحيح، ينقصوه الكثير. لذلك احنا نصور طال عمرك عشان حطها وان شاء الله، وزيارة مثالكم تبشرونا بان ستكون هناك لفت هذا المجتمع المدني الموجود هون بمجهوداتنا احنا الخاصة المتواضعة وبجهود ذاتية. حدثكم الأخ محمد دو عن الطريق وعن المؤسسة المدرسية، وفيه مؤسسات أخرى بنيناها بجهود ذاتية نظرا لدخول السياحة على مستوى شنقيطة. ولكن للأسف السياحة اللي يجي فيها لا الأجانب الأوروبيين، ما جاونا فيها أخوتنا العرب، واللي منين يجونا قاع ما نقول لهم سواح، نقول لهم أخوتنا وأبائنا وأجدادنا. إذا جايين شنقيط، جايين لمدينة، وأرانا نفيه بعض الآراء عليهم أن يكون الأوروبيون يهتمون بهذه الحضارة وهذه رأس الحرب التي دافعت عن الإسلام ونشرته، ويتركوهم أخوتهم يعانون من الكثير من المشاكل اللي بعد. نحمد الله على أننا في الكثير من الحالات نتعايش معها، ما نقول نتغلبنا عليها ولكن نتعايش معها ولله الحمد. لذلك نسميكم أهل الرباط مثل ما قال لكم. ما زلنا مرابط. نعم. شكرا لكم. جزاك الله خير. أستاذ مفتش شباب. الشباب وأستاذ الرياضيات كانوا في. ما شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. قدم اسمك. حياك الله. ما شاء الله. واهتدي بما قاله المتداخل من قبلي أنهم أحاطوا بما ما يجب أن يقال في الموضوع. قالي لنا رحمكم داخل مدينة شنقيط، وأشكر الشباب على إتاحة هذه الفرصة للقاء معكم مدينة شنقيط، وراجي إن شاء الله التواصل يستمر. آمين. استفيد من شنقيط من مجهودكم ومجهود أبنائه ومجهود أكابر. السلام عليكم. بارك الله. السلام عليكم. بداية عدو مرحبا بكم خاصة بالوالدين اللي قمنا بدعوة للأباء ودعوة الشباب. نجد حضور ندوة عام الضيف لأن لا يعود عندنا ندوة مثلاً تخليلها عرضين، واحد عن مجموعهم الشباب اللي قالها صنع الرسم، عندهم شو الأعمال الخيرية يقوم بها لمدة 6 سنوات، لأن شوفوا عرض عنهم مع الأخ من الخوار الله، وعاد ذلك جمعية مدينة جبتان جنب التعليم الأخ أحمد لا يقال لنا عنها عرض، ونعود عاد ذلك نستمروا مداخلات مع وجهاء من جينا كلمات أخيبي عادة، وبعد ذلك نفتح المجال الضيقين. يعني نفتح نبدأ هالشي هنا سيبقى اللي مثلاً عادة حد واحد ذلي واحدين احنا فيه ودركته شبه شوي دائماً يقولوا قاعد ان الناس اللي تشتغل في المجال خيري اعلنها يلطها عرضها بطول واحد اللي لا قال حد في شيء ما تتحاسب مع حد. يا قال علينا كتبت 6 سنوات تريك شبهة وشوف ضيوف من الإمام عرضة وفيهم الأخ محمد بن بحرين علي شك حد وضعك كانت الناس هم اللي جاي تمويل واللي جاي كذا واللي جاي كذا. نختار ننبه في البداية على طلب من الزيارة الأخ الهاجي، هو أحسبه كذلك ولا زكي على أحد رائد لعمل خير الميتاني بشكل عام، عندنا به الحمد لله علاقة طيبة، وواحد قاعد من الشنقيطة وابناء الشنقيطة والهاجر والنيل والطبة، وعنده مثلا مشيت الشنقيطة بجية من تجاهي هو لها مثلا، أنا إحنا بغينا زيارة كما جايين زيارة سياحية، محمد ضيف الميتاني كامل جاي يستطلع خلاص
شنو وقت المدن داخل شنقيطة. الضيافة ما بين احنا كشباب عندنا تمر للبساطة نختارهم نقعد معهم نعتبر من الشباب المجين يعني عنده شهود تذكر انه عنده شنو العوائق وعنده شنو الصعوبات ونتلقاهم من نصائح لأنهم يشتغلوا في المجال من رواد فيه محتكين بالعالم وبالجناس الناس أكثر من نحن اللي عندنا نقطة قصيرة لندور فيه على أساس نبه فيه لأنه هو في السيارة وإن شاء الله ركاح في الحجرة لنبه عليه اللي ما هم مونك حد يعود يأخذنا بالشباب هو ما هو ونحن إذا كان لا مانع ظهر نجي شنقيطي نجي شنقيطي نجي عند جهود شنقيطي فيها حركة شبابية ما هي اللي شدت العوام الماضية لأن الرجال كاملة ما تعرض للعمل الحمد لله له سنوات نحن نحاول أن نولو نجبر كما كان يقولنا الدكتور بارد شرف المحاولة نقول بعد حاولنا للأقل وفي البداية نتابع رحل طيوب نعرفكم بيهم اللي هم الأخ محمد جاسم بوحجي هو مؤسس معهد اقتصاد الإلهام العالمي من دولة البحرين. أهلا وسهلا بكم محمد مدينة ضيف الثاني ككل تشهد الأخ الهاجي رئيسي وخويا وأستاذنا عنده دكتوراه في الشريعة والقانون ورئيس جمعية إرادة التنمية والثقافة والتنمية الموريتانية أهلا بك هاجي شهيد مرحبا بي شنقيط اللي اختارك نبدأ بشكل نعود عملي مع عبد الله عصناع اسمح لنا خالد الله تفضل نعود إن شاء الله في الشباب أطول طيبين فيه أرغب راسك أحمد المحمد رمضان هي أحمد الله من الدسران يسوى قرر العادم حد لا يتكلم للعالم يقول أنا فلان ولا فلان ومهنتي كذا وكذا ولا يتكلم في كذا وكذا أنا أحمد محمد رمضان كلامي يعود حول مجموعة الشباب صناع باسمه مجموعة ناس ضعوف في المدينة المجال الخيري يعتمد أساسا على المجال الخيري معناها مساعدة المحتاج ومساعدة الضعيف ومساعدة هذا المجال العمل الخيري كلهم عندنا في تجربة من الحمد لله رب العالمين 6 سنوات يوم التأسيس الحمد لله حضر الجماعة كبيرة من مدينهم يعد اليوم اللي طلق في العمل حضر الجماعة من الناس من بعضها حاضرهم بعضها ما هو حاضر هاي الفترة الزمنية اللي يتكلم عن هاي النشاط اللي كان فيها والأعمال اللي قاموا بها وشو اللي عملوا كان معلومات تعطى حول هذا العمل اللي بتعودوا لا نسمعوا به ولا أخذنا ناس من أخباره بالنسبة لنا هالبشرة وكذلك بالنسبة ضيوف الكرام نشوف تجربتنا احنا المتواضعة اللي نختاروا فيها تعطيهم هم نختاروا فيها يبينوا لنا هم اخطاء يبينوا لنا هم كيف نزيد لان هذا عمل محترف والحمد لله عنده تجربة اقدر منا احنا واكثر احنا نستفاد من نصائحهم نستفاد من النصائح اللي قدموا منا بسم الله الرحمن الرحيم بداية الكلام اللي يتبعوا حول التعريف الشامل حول العمل الخيري واهميته وحكم التعريفات حوله العمل الخيري حقا حتى يعرفوا يقدمون انه مثلا الله هو الذي نقول احنا التكافل الاجتماعي الصدقه معرفه حق الجار حق الضعيف حق المريض حق الناس هاي كانها هي حقا معلومات اساسيه حول هذا اللي قال العمل الخيري معناها انه دارس المندوب وخر عن اطار اللي يصير كنا نقولوا جار يرى يعرف جار يرى حتى يعرف حقه هكذا تطور المسألة لنعود للإنسان يسعى أنه هو ما هو دار رأسه هو اللي آخر أنك أنت تستفيد وتحاول أن تعين غيرك تحاول أنك تفيد أحد ثاني محتاج تحاول أنك تساعد يعني إنسان يحس هو في المجتمع عنده مركز عليه لأنه عنده قيمة في المجتمع ما يعود كأنه المجتمع يعني هذا مثلا يقولوا إحنا مثلا ملح ما ملح جار ما ملح أنت كذلك متمونك ومتعايش حياة هنيه أنا كانت بعد الآخرين وأني بثمر لهم خلاص متعرف شنو المستويات شنو كان قلت التعاون هذا منهم التعاون اللي ترفع طرع عن المضطر وهكذا لأن هذا حكم هو العمل الخيري عموما كذلك هذا العمل الخيري عنده فوائد
عن استاذ محمد فوائد هذا العمل الخيري. ما فوائده؟ اولا بعد ان المجتمع يعود حقيقه بينه هو التالف، بينه حاس ان فمه ضعيف، حاس ان فمه واحد محتاج، وعنده التكافل. لذلك هذا الغوي، هذا الغني يعطف على الضعيف، يعطف على الفقير ويساعده. وهذا كذلك
كذلك عملية البناء وهو رجال مثلا الفقير عنده مسكن ضعيف محمل ما هناك شيء والله محمل ضعيف والله انبار يحاول يجدد له تجمع التبرعات يبتدي انبار قاعد ساكن فيه ثمانية. كذلك عملية رجال المال عنده قاع هو افترضنا انه عنده انبار وعنده شيء لا عنده باش فرش هذا يخليك الفقير لكن كان يتصور فيه الفقر هذه نشتغل كذلك فراش موفر له وعنده طارئ وعنده عود فرش. كذلك على المساهم بعلاج المرضى عنده وين مريض عالجت عن تسديد مثلا فات وقت المرض وعاجز عن يشتري الدواء وعاجز عن اذا عاد يحتاج الرافع ما بقدر يدفع به القبض ما عنده شيء هذا تعلم به الناس وعلم به الخير وعلم به الخير ويتبرعوا يعطيهم الان باذن الله اما يشتري له الدواء وما يستاهل ما يدعي له. كذلك عمليه قضاء الديون يخلصوا الفقراء اللي ثم باتيك معروفين انهم يقبضون عنهم دائما وعاد يسالوا في ياسر من الدين هم عاجزين عن خلصه هذا هو اللي خلاص يسول عنهم يسول صاحب الدين ايش الدور فين الدور فين كم ويجي مفاعل خير وما هو عن قاعدين يقول لي شو اللي بتجي يقول لي ثاني واحد وخلص وتو بهذه الطريقه يقطع بين هذا الفقير. كذلك الايتام معناها ثم مسار عند اطفال ايتام معناها عاجزين هذا الايتام فقدوا والدهم حتى انهم يقعد معهم فقط يعود بعض اليسار تفقد اليسار الله سبحانه وتعالى ثم لهم هذا يخلصوا الايتام ويلوم ذنهم ويحاول يخلص حالتهم ويحاول يوفر لهم شمال مثلا كانها كفاله تعاون في معيشتهم. كذلك من المسائل بتاع النشاطات الحكوميه هي نشاط يسموه بسمه الطفل معناها اطفال الفقراء في بعض المواسم يضعوا ولي لهم اغاني لابس مثلا لبسه زينه ولابس مثلا وعنده لابس عائله زينين وولي الفقير بسبب ما هو جاب شيء على يده ولا ما هو جاب شيء يطلع به المدرسه. هؤلاء الناس الدعاء والأسر يلوم دينهم خلاص إنهم يحاولوا يوفر لهم شيء يساعدهم إنهم يعودوا مستوين من المجتمع معهم. من كذلك المستلزمات وغير المستلزمات المنزلية مثلا يشتري قاص ولا يشتري مثلا الفراش ولا يشتري شيء هاي مسألة كذلك يفهمون بها الشباب. منها كذلك عنده المخيم يقول المخيم الحسام معنا فترة الصيف كل الناس جاية العطر قاض والعطر هم في الدشرة والتلاميذ عاقبهم المدرسة يحاولوا يعدلهم المخيم مثلا يرتبهم فيها عن ذاك النشاط اللي كان عاملهم ويكرموا فيه الناس اللي نجموا وشوقوا وعد هذا كانه وعيدهم على يعني ابتداء سنه جديده دراسه جديده وعدوا عاد مثلا يجبروا وجو مغاير ذاك الجو اللي كانوا فيه جو مرح جو تعليم جو كذا هذا يعد يعدل في المخيم يعد فتره الصيف. كذلك من النشاطات اللي هو الاخير منها اللي عادوا شباب مع اسمهم هي مسابقه رمضانيه يعني شهر رمضان يقبضوا إعادة المسابقة القرآن الكريم. هاي المسابقة إن دعاها الناس بتعرف القرآن حد يحفظ القرآن ولا يحفظ جزء منه ولا يحفظ شيء فعادة المسابقة وتعود فيها جوائز وتعود فيها تكريمات إن شاء الله. هذه العملية عملية إفطار الصيام لا تعود فيها إحصائيات معناها النشاط يقطع عدد شيء يقطع عدد بدون شيء مثلا بالنسبة رمضان عنده شنقال السلم السلم معناها شوي يفطر الرجل على مر السنوات الماضية كانت ضعيفة ما كانت الميزانية فيها ياسر من فيها تبرعات مال كثيرة تعود الرجال فيها نطالع فطور نطالع مثلا كيلو من السكر كيلو من الباقي كيلو من الجنشن مثلا شنبه مجرب هذا يفطر اليوم يومين غير هذا تطور مع الزمن هذا كان السنة الأولى السنة الثانية كذلك كان في زيادة السنة وهكذا. عندنا السنة الأولى كان عدد السدات اللي وحدت معنا عدد الناس اللي وصلت الأمطار هذه السدة 128 أسرة كلها أمطار السدة حوالي قيمة 2100 تقريبا قيمة ذاك اللي أمطار يفطر به قيمته 2100 مجموع فيها هذا كامل يعود فيه جبن الحم يعود فيه جبن الجمعة اللي هي جبن المسائل هذه السنة الأولى. السنة الثانية كان فيها 171 سدة معناها أن كان العدد زاد شوي عن الفترة الأولى وكذلك نزلت قيمته كان عاد قيمته 3000 لحد ذاك الفتره كل سنه بعد سنه يزيد العدد ويزيد القيمه هذا كل ما كان لا اكثر تفاعل الناس لان بدايه السنه كانت الناس هذا النشاط ما يعرف كل يحس به لان السنوات الاخرى كانت اكثر. السنه الثانيه كان فيها 294 سنه وهكذا السنه الثالثه 161 وهكذا والسنه الخامسه وهي قبل المصارينا 300 و السنه عقبنا رمضان عقبنا 308 سنة هاي السنة الأخيرة كان قيمتها أكبر شوي قيمتها 20,000 جنيه في السنة هي الأخيرة أنا عقبال 50 سنة قيمتها 20,000 جنيه كان فيها قدر قوة ترجع
بالنسبه لقضيه رمضان قضيه المال هو كذلك عباره عن اسر ينشر ب 15 ل 15 مليون يخلص بينهم الناس بعيد من النشره ولا عندهم المال ولا عندهم شيء يوفروا به المال ولا عندهم شيء يشتروا به المال يتم وفر المليزر كل ما تربح فيه من بلكه يجي ليزر يصب فيه وعليهم اللي يحسنوا الشباب اللي راهم ولا زال فتره والشباب كذلك يحسن خير ان راهو المياط عاد ينعطى له شيء يتبرع واحد يتلفن يرى لي مشيت 10 واحد راني مشيت كذا وهذا الريزرف ينعطى للناس بعيد ومشترط فيه كذلك انه يعود بعض الخاصه دار الشراب مع ما يعود فيه اسراف وهكذا وقيمه هذه الريزرفات عددها على مدار السنه كامله هي سنه هذه السنوات الست 365 ريزرف وقسم على طيب كذلك هاي تكلفة الإجمالية 407 مليون كذلك عندنا عملية خرافية عملية مساهمة بعلاج المطاهر كذلك نفس الشيء اللي مر به من المريض بالخرص وين هو المريض الضعيف ومريض وفي نفس الوقت ضعيف ماليا ما مع شيء سدد به حاجاته هو الخاصة هذا التكاليف اللي نعطات في جهات التبرعات توصل لهذا هذا 587 مليون و500 مليون هذا طبعا الفضل قليل كذلك انه المسائل اللي عدلوا هي الديون اللي فات مر فيها لانه خلاص وين هو القاش محتاج وعنده بوتيك سعر فيه قدر من اثنين وما عنده باش يخلصوا يحسموا به الخيرين يعودوا الخيرين يمشوا تبرعاتهم وخلص بها الديون وذيك بنقص في السنوات الماضيه 215,710 كذلك من المسائل اللي يعدلوا عملية التفريش هذه كذلك لا يخرج من ورقيات محتاج حتى ولا عنده بيت فراش ما عنده شيء يشتري سيارة ولا يشتري شيء مشاريع يعود يفرش وهذا بأنواع يخرج فيه التبرعات مثلا إذا قاعد عنده كسر قاعد وما عنده شقلة وزاد صالح الاستخدام يتبرع فيها توصل لفقير محتاج لها لأن تعود عنده ماتات كبيرة فيه ولا عنده قاعد عنده واحد ثاني كان فرقة ذهية ولا مثلا كان ما قط قاعد شاشة والله ملي كذلك تعود الجمعية تعلن عن راهو في أسرة ما عنده فراش لا عنده يمشي التبرعات يمشي الفراش بس المشاكل هذا قيمة الإجمالية بلغت في السنوات الماضية 151 كذلك من الأعمال اللي عدلوا عملية عملية البناء عملية البناء كذلك هذه المسائل اللي يقوموا بها أنا خلص وين الأسرة ضعيفة اللي مسكنها ما هو لائق والله مسكنها ضعيف والله مسكنها ما يسلكها البنت ولا يسلكها الحمام يدشت ويحاول ينعلن عنهم قال هذه الأسرة وقعت كذا مع طبعا لأن الأسرة مع الكرسمة لكن تذكر الحالة تو الناس تتبرع على أساس هذه المسألة وعلى أساس ثقتهم بالناس القائمين عليه نعم طيب بقية كذلك هذا قيمة الإجمالية بلغت في بناء بيت وبناء مبارات وبناء كذلك حمامات لبعض الناس الفقيرة هذا قيمة بلغت 1,000,000 وزيادة رقم الوقت طيب كذلك من العمليات اللي قالت تعدل كذلك المخيم هذا يشارك فيه فترة السنة الأولى لأنه هو من جهته عنده يعلن عن مشاركة الناس عدد من الناس يشاركوا في هذا المخيم وفترة أسبوع فيها نشاطات ترفيهية تعليمية مسائل وهكذا وهذا حسب المشاركين لأن المشارك يدفع 5,100 كمشاركة وعلى أساس هذا عدد المشاركين تكون رأس مال البلاد تقوم عليه المخيم كذلك من النشاطات اللي قاموا بها هو الإيتام كفالة الإيتام هذه هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنا وكيف اليتيم كهاتين أنا أن اليتيم عنده حق أنه قال في أعطاه عليه ويعرف له شيء ويعوضه عن اللي وقعه من الضعف وهكذا هذا جمعية إحصاد عندها 28 يتيم في المدينة هون 28 يتيم عندها كفالة 12 منهم والله 12 منهم عندها كفالة معناها يجيهم شيء يتبرع عليهم شهريا معناها من واحدين من المتبرعين قالوا عنهم لا يكفلوا هذا الإهتام لا يتم مشي الفضل ومشي الفضل توصل لهذا الإهتام يعودوا عن بلية حاجياته هذا قيمة الإجمالية بلغت هذا 203,700 كذلك هذا تابع لكتلة اليتيم والتفصيل في اليتيم عن الإيتام فيهم واحدين معهم كفالة فيهم واحدين عندهم كفالة معنا شيء يمشي شهر واحدين يمشي عن عقر المواسم في الفترات
كذلك الادوات الدراسيه يشترون الادوات العيوان الادوات الدراسيه تشمل الناس من الضيعه فتره عم تفتح مدرسه ينشروا الادوات المدرسيه كلام مكتوب مكتوب ونقولهم ودرسهم وبس بعدين الناس الفقراء طعاك محتاجين هذا تقييم في 175 جنيه المشروع الاخير هو توزيع المبالغ النقديه هذه ايضا تقدر ما كان هي اساسا من الشارع بطريقة تعالى كلهم مقبول أريقا جبول المسؤول عنه إداريا أنهم نحن مقصرين لأنه هو يعطي في الاسكدام الواقع لقد كل هنين جي كفاته يعيض لوالده تمتد مسؤولية تنمات تتحمل هي كان تصرف لها هي كان تعطلك من تملي وسبعة أشهرين ماذا تو عدد وآخر مجاز وآخر نشاط جمعية ولم كان هون رجاج ما عنده شاري مستعد يشتغل عليه لقد ما يمتلك حمار اللي هم ذليا تم شراء حمار بمبلغ 28 على ما أعتقد وملي قبل أسبوع تقريبا تم بناء ملي مبار الأسرة عنده مشكلة بالسكن جديد موفر في بريك من تحت مجمد والحمد لله نتر نبلغ عن 90% وماني مبالغ 90% من التبرعات توصل صنع الاسم من أولاد شنقيط ما شاء الله من رجال أعمال شنقيط من 16 شنقيط في شخص من 2014 يتكفل ب 4000 وقيد شهريا ما قطعها أبدا ما شاء الله قبل الأعمال إلى الله أدومها ولو قد من 2014 فيه الشيء 40 دينار هو فترة 20 4 دينار 4 دينار قطعة قناة ليك مرة جي تبرع ما هو من الشيء ليك مرة لكن طبيعة العمل طبيعة السرية الكتمان اللي نحن ما عنده هدف ما في تخوف من قتال تشجيب الشيء وطالب يوم أنه مستعجل يقول لي عاد حرطاني بيضاني كل شيء إحنا نعتبر عن جزء منه وإن عنده مشكلة وإن يلا نسعف حدا لو الآن صار لين نبقى مع عاد مدينة شيء على الأخ عمش السلام عليكم الله وبركاته عليكم السلام عليكم أحمد الحدمي لسوق مركز جمعية العون المباشر من غني هناك العضو في جمعية مدينة شنقيط العون المباشر الكويت يعمل معه عضو في جمعية مدينة شنقيط هذه الجمعية الأبطال القادمة بالتقال تأسست يونيو 2016 أخذت ترخيص من وزارة الداخلية 15 مارس 2017 هذه الجمعية لما تأسست أول ما قامت به هو زيارة مدارس مدينة شنقيط للوقوف على سير العمل وأهم المشاكل التي تعاني منها زيارة المدارس أهم المشاكل التي تعاني منها مدارس شنقيط هو غياب التنصير ضغط المستويات اكتظاظ الحصول نقص الطاولات حاجة المدارس إلى التسييج في الشاب الشاطر والثانوية والحاجة لاستخدام المعلوماتية في المدارس تدخلت الجمعية حسب الإمكانيات لأن الجمعية مصادرها هو المنتسبين حتى الآن الاعتبار على هؤلاء المنتسبين لهذه الجمعية وكلهم من أبناء شنقيط درسوا هنا أخذوا البكالوريا من شنقيط درسوا الجامعة ولهذا لما كانوا يأتون في الصيف لمدينة شنقيط أرتوا أنهم يشكلوا جمعية لأن هذه المدينة يريد يتركوا لها بصمة لأنهم درسوا في مدارسها وما عملوا لها أي شيء من خلال هذه الفكرة حتى يتركوهم بصمة مع صناع بصمة في مدينة شنقيط
السلاح 19 طاولة اللي صارت مدرسة رقم واحد. يعني الطاولات موجودة لكن تحتاج إلى صيانة. بهذا الصورة هنا الأولاد جالسين على قبل الإصلاح. وهذا بعد التدخل الجمعي. هذه المدرسة رقم واحد. وهذا إصلاح 14 طاولة أيضا للمدرسة رقم اثنين الشاب الشاطر. نفس الشيء الصورة قبل التدخل الجمعي والصورة بعد التدخل الجمعي. وهذا إصلاح 25 طاولة لصالح المدرسة رقم ثلاثة مختار جدا. قبل التدخل الجمعي الصورة واضحة. هذا إصلاح 20 طاولة للثانوية. هذا استلام مدير الثانية عبد الرحيم المسكر على ذاك للطاولات. هذه دار الشباب. دار الشباب أيضا كانت تعاني من عدم صيانة ولهذا الجمعية تدخلت. أظن في صورة هنا دار الكتاب. هذه صورة دار الكتاب. أعمال الصيانة فيها. هذا قبل الجمعية وهذا بعد تدخل الجمعية. كانت النافذة مفتوحة والباب مفتوح. دخلت الجمعية. هذا دار الكتاب ودار يعني هذا تدخل جمعية يمكن بسيط لكن أفضل من لا شيء. الجمعية أيضا قامت بتنظيم دروس تقوية لطلاب الصف السادس وطلاب البكالوريا. دروس تقوية في مادة الرياضيات والفيزياء والعربية. كانوا متبرعين كلهم أساتذة من هنا. مهدي البحان تطرع بمادة الرياضيات كان يدرسها الأخ محمد بن الحسن أيضا مادة الفيزياء ومحمد يحضر أحمد تلمود أيضا مادة العربية والتربية الإسلامية. أولا كانت النتائج شهادة 2017 كانت النتائج أيضا بالنسبة للصف السادس كانت نسبة النجاح جيدة أظنها كانت 100%. هذه كل صور الطلاب في الفصول. هذه أيضا دروس تقوية هذه السنة تم تنظيمها في دورة الجيرنة لصالح أيضا طلاب البكالوريا. كانت مادة الرياضيات كان أستاذ محمد الفخيم واللي نظم هذه الدروس في 22 طالب. وهذه السنة أخذت الجمعية أيضا افتتاح محضر هي صور المقهرة. المقهرة موجودة في حي العوينة يوجد بها 50 طالب يدرسون بها مدرس. من كل 3 أشهر الجمعية تقوم بتقويم يقوم به لجنة خارج الجمعية لتقوم بتقويم كل الطلاب لتعرف خلال 3 أشهر الطلاب كم حصلوا. يعني هل المحاضرة فيها إيجابيات أو لا توجد إيجابيات؟ هذا أيضا مشاركة الجمعية في المساهمة في تنظيف المخطوطات. تنظيف المخطوطات أظن هذا مشروع مسؤول عنه الأستاذ محمد البحر. الجمعية شاركت في هذا المشروع تنظيف المخطوطات. المحافظة عليها تقليب شاركت فيه جمعية. هذا أيضا مشاركة الجمعية في فعاليات اليوم الإفريقي للشجرة وشاركت أيضا في ملء 4000 كيس من البلاستيك من أجل تكثيف الإضاءة النباتية والمساهمة في مكافحة التصحر. أظن هذا مشروع للحكومة لكن الجمعية أيضا شاركت فيه من الأكياس البلاستيكية. وأخيرا هذا تنظيف المدينة. الجمعية أيضا تشارك في تنظيف المدينة في مكبات. الجمعية تتدخل و
وتذهب بها الى المكان الرئيسي ويتم حرقها هناك. هذه السنه تم استدعائها من اداره الدوله هنا الحاكم المنطق وطلبوا من الجمعيه تتكلف بالمدينه القديمه تنظيفها لان كان فيه افتتاح الموسم السياحي وكان فيه نظره في الماضي الدولة بالكل كانت المنطقة حمراء وكان افتتاح أول موسم سياحي هذه السنة ويريد استرضاء السياح أيضا السياح استهدافهم المدينة القديمة لهذا تكلفت الجمعية بتنظيف المدينة القديمة لأن هذا عرض مبسط عن دور جمعية مدينتي مدينة سنة أرحب بالإخوة إن كانوا تنسيق ايضا بالمجتمعات. لهذا
أشكر كثيرا الإخوة في جمعية مدينتي وفي جمعية بسمة على الأدوار الهامة جدا معكم على اطلاع كافي منها، وبالتالي هذا بالغ الأهمية فقط نشكرهم انهم يزيدوا ويزيدوا هذا في عمل العالم عاملون الله اكبر. شكرا جزيلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. اوجزت فاحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كإخوتي الذين تكلموا قبلي ورحبوا بكم في أرضي وفي أرضي الثاني. لو كنت أتكلم شوي عن منظمة يعني شرقيط موريتانيا. الهدف هي منظمة فرنسا وهدف مكتبها فرنسا ومقرها في فرنسا، ولكن إطار القانونية اللي تشتغل فيهم اتفاقية مع البلدية. هدف هو تحسين الظروف المعيشية لسكان مدينة سكر. أول شيء بدأت به وطلب من البلدية قال لهم يبقوا مدرسة في هذا الجانب الشقير، لأن ما كانت في مدرسة. بنيناها بعد الحمد لله توفيق، كل سنة كنا نبنوهم فصلين 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 لين تتمت وسلمناها للبلدية. مهم نطلب من نقطة صحية مركز صحي وبنينا أيضا الحمد لله، وعندنا نجبر للويتي من الخارج وفيها موريتانيين الحمد لله عادوا نقص الأدوية وفروا لنا من الواقع مباشرة الآن مشغولهم عندنا حاجة ما وكذا وكذا ذا نهارين يجينا هون الحمد لله، وفي ممرض هون يجينا مرتين في الأسبوع. كان الهدف من تغطيه الحاجه الصحيه للمدرسه. بما بعد جاونا شيوخ وجاونا نساء ضعيفات صعيب عليهم قطع الوادي وعادوا يطفلوا على النقطه الصحيه، قلنا لهم ما نداويهم ونعطيهم دو مجاني كل الخدمات اللي تعدى المجاني. لاحظ الطبيب ان فيه بعض من سوء التغطيه ومفتاح لي النلو هو ان ساس المعاش هو الأرز أو العجائن واللحم، والأكثر فيه اللحم ما هو يسر. قلنا له ينتموا كل يوم دراسي نقضوا واحد من الفصول ونغادوا عدلوا بالتعليم، وفعلا استمرت الحمد لله. هذا من سنة 2000 ما شاء الله إلى الآن 2017، وأكيد إن فيها الوقت شوني يتعودوا ما هم عالمين بهذا اختير موعد وحسن. إذا لاحظ أيضا الممرض من أكثر أمراض الربع اللي جاية عن طريق عدم النظافة. انشينا بناية سميناها دار الربع لاهتمام بالربع والاهتمام بأمهاتهم وبالبنات اللي في المدرسة، لأن نختير ونطبق، لأن عندنا معتقد هون بس للأسف هو أن الأمراض كلها تأتي عن طريق البرد، والبرد يأتي عن طريق استخدام الماء. إيش عدلنا؟ درنا لهم تسخين عن طريق الطاقة الشمسية للماء، وعطيناهم منشفات، ودرنا جهاز يغسل المنشفات كاملة اللي لا تستخدم يوميا. إلين عاد الرضيع زين عنده إنه يستحم، والبنات في المدرسة كل نهار يجوا يستحموا، وأمهاتهم يجوا يغسلوا ثياب الأولاد الصغار، وفم عناية طبية أيضا للربع. والحمد لله تناقصت بصفة ملحوظة أمراض الأطفال الربع، ونرى أننا ساهمنا في تكوين الأمهات وتكوين الفتيات اللي بما بعد الحمد لله يعد أمهات، لأن النظافة هي جزء من صحة البشر. هذا المشروع اشتغل اثنتين موريتانيات في مركز التغذية، وشغل ممرض في المركز الصحي، وشغل ثنتين موريتانيات أيضا في دار الربع. هذا بعد عايد عليهم في الزمن نعدلوها لا زمن المدرسة مفتوحة من
لأن تقفض مدارسك بروحه. إذن هذا هو نشاط منظمة شنقة موريتانيا. ونختار نثمن ونشكر أولاد هذوك اللي في نواكشوط اللي مأمنين الندوة الأساسي كامل، مجرد يعدل لهم الطبيب طلب الأدوية يمشون في غرف النهار اثنين عن طريق الباصات. وأشكركم. بارك الله فيكم. من أولادنا اللي شباب في هذه الفكرة دي عقلي، وكانت لها قيمة كبيرة في التعاون بين الشباب وفهم الشباب كانت كثيرة، وإحنا كنا الآن نحصل من هيك وضعف بلوت وعادة خارجة وزين عندنا اللي تعدلوا سوشنا اللي حد كان لا يساهم في الحياة في المدينة أسبوع، لأنه دخل في المجال اللي إحنا هو مجال اللي بدأنا فيه الرباط والبقاء. معناه أن شغلتكم مهمة، ولكن نختار إذن عدلين شيء لا يتعدلوا شيء، يتعدلوا اللعب العربية المفردات اللي تقولوا اللي نعدلتوا المبار معهم، هذا المصر ما يعرف المبار، عرف سكن شوخ والله يا الله خيمة والله بيت، يمكن مفردات ما تعود فرنسية، من يقول ولد عربي ثم تعرف العربية وقرأتهم يمكن بشهادات مفتر، إنه لا يمشي شيء جاز المسرق، خاصة من ولد العرب السوشن، لأن الكبار اللي بيجون صنعة ما لش كلمة فرنسية ما لش كلمة كلام بعض الذين ما هم لا حسارين، وهذا ما هو طبعا تمشي راح تم على الشاشة عادي يسر العالم العالم هو بلد العربي، حلو نتكلم الحسارين الحسارين قريب من العربي، يلا في بلدات ما عربي دخل اللي دخل عليها نختار ما يمشي، ولاحظ ما هي واردة غير أنا بعد جات هناك شكركم مشكلة ضيوفنا الكرام يشاور الشنقيط بعد ذلك بأبناء شنقيط مثل حسان ليس من رأى كمن سمع، حد شاف في المدينة شاف للكثبان الظلية اللي هاجم عليها من الشمال ومن الجنوب مصر، معناها من الشعب ومنتد ومساحب والرياح والجين ساحب والجين منتد السربية والدولية ما يخال ما هي موجودة لا في زمن الصحاب ولا يجيب التراب، التراب اللي يجيبها اللي جاي من تلك اللي جاي من ساحل، وهي مدينة مهددها الرمال، وكان مهدد هذا الجبل اللي عاد فيه فتحة، يقولوا انه في فتحة توفق الموسار يدور العدل، وفي الحقيقة المجهود اللي احنا بذلنا لا يوصل وتوب للمدينة يا غير ما هو شيء تعب تمام، هو اللي لا يخبر فيه أستاذ اللي المشرق يمولو ذا كامل يا غير يمولوه للدولة اللي يمول عن طريق المنظمات غير الحكومية، المنظمات الخيرية اللي هما المنظمات الخيرية اللي في المشرق عندهم ميزانيات، لكن ميزانيات الوزارات ما هم بس يتنمرية يجبروا ياسر من الأموال ويجيبوها للناس اللي محتاجة، الناس اللي محتاجة معنى اللي عندنا احنا حاجة في العالم الإسلامي ياسر من خلق يريد من مليار من البشر أكثر كامل اللي هو اعتماد الله شرف يرحمه هنا في أول الله من العالم الإسلامي، ونختار شبابنا لا شبابنا يحتاج الياسر من المسائل الرجالة وهذه المساء
بلاش يشترون ويتكلفوا به. واحد تلفون لهذا واحد شاري هو من السماه وشاري من الإنسان اللي يجتمع الخير هو ما عنده شيء ما يشتغل في المدرسة المدرسة ما قد يتابع فيها يجي يحلو معهم باش يتابع وخلف هذا المجال المجال يحتاج رئاسة مساعدة نشكر رئاسة من اللي يشتغلوا فيه بالنسبة لكم انتم كمسر نسير بالنسبة للدكتور اللي عنده اتصال مع منظمات غير الحكومية في العالم كامل منظمات الخيرية أصحاب النيات الحسنة في العالم كامل وهذا مشيكم الشنقيطي يطرح عليكم انتم اللي ياسر ياسر احنا ما نبقى على الطلبة يا غير من شباب هم اللي يلموش ما نقول ما خاص ما نقول حتى نحن لا معنى انه خاص لأن كل حد يفهم انه ما لا يجي شيء من المدينة ما عنده اللي خاص يظهر هناك شيء قال له قناعة من ما في حد من المدينة لا يدخل المدينة يحضر فقدها ولا بشاها ويعود ما مناسب شيء ما عنده شيء سوشي ما رايح بشيء ما هو شاري لحم ما هو شاري تن ما هو شاري شيء يقال فيه قناعة من التسوي ما شوف حد من التسوي المدينة لكنه كامل ناس كامل كلها عنده قناعة ذاك اللي عنده يسوى ما عنده شيء هذا اللي يقولون من دخل دخلته كبير لشبابنا ما جاءهم يدورهم سهم الله خير ما جاءهم منهم لا يخرصوا هو الترك يخرصوا كانهم يجبروا حد فاصل يقول لها فاصل من كذا وكذا قال ما تقولون من قبساكم حد قالكم تعطوا شيء لا ما قلت جاتكم مسرة قالتكم احنا ندور بتعطوا شيء أنا شيء هون كل شيء قال من قناعة والتوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد على النفس إن هذه المدينة فيها ياسر من الناس في تحت الصفر الوقت كان شنو ياسر مزنا ياخذ الأمور ونشكركم ونداخلهم إن شاء الله معنا في المدينة الحياة الكاملة تفضل أنا لا عندي باب كبير لأن بيت المتدخل المثالي لأني تم شهادة منظمة منظمة مدينتي ومنظمة صناعة بسمن لأن العروض العدوى أمامكم عروض حقيقية والعمل عمل حقيقي وبناء وعقدت مدة قناعة لأنه عمل واجبها وعقد وواحدة من الشهود بها مدينة عدنا على الشهادة احنا كإدارة كمسلمين إدارة عدنا على الشهادة الكبر واقع طالب من السلطات الإدارية وعندي على إيه العمل عليه لأنه عمل حقيقي وأني بالذات الطالبان الحقيقي منضبط كذلك الصناعة البشرية كنا دائما تعاون معاكم باقي عن بني حاجة لك كقطاع امتلاك معاكم من الوزن قطعا سلام عليكم أنا أطلب من الكلام على عضو جمعية بجيوتي محمد شخوي أنت كنت تتقاعد أردت أن
الشباب هذه المدينة صارت باحتياج حاجتها ماسة إلى القراء، اقترحت أنها تعمل محورة من أجل أن تستغيث ما كانت عليه هذه المدينة. إذا أخذنا عملا يسيرا راتب صاحب المحور متكفل به عن طريق بعض في واحد من المتبرعين سواء خان تكفل به جلده وبقيته تكفلت به هذه الجمعية. وهذه المحور فيها 50 طالبا كما سمعتم، وهؤلاء الطلاب لا يدفعون شيء لهذه المحور ويدرسون في المحور عن طريق التعاون بين الوكلاء والقائمين على المحور من الجمعية، ويتم تقويم فصلي من كل 3 أشهر لهؤلاء الطلاب. التقويم الماضي كان فيه تقريبا عندنا 3 طلاب، أحدهم جاء عنده 10 من القرآن، 10 أحزاب، هذه 10 لا يحفظ من 5 قرآن. في 3 أشهر استرد 5 التي كانت سيئة كبيرة، وزاد 5 على ما كان عنده، معناها صار عنده 15 حزبا. كذلك الآخر جاء عنده 3 أحزاب يحفظ منها 1، استرد 2 وأضاف 5 أحزاب كذلك. هذا النموذج من هذه المحاضرة، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع سمحنا طول عليكم يا بان شكرا لي يعطوه 10 دقائق اليوم وجهنا اليوم الصحن تحدثنا عن بقية الشباب الليل إن شاء الله وعلى 3 أشهر اللي يتحاور مع الضيوف الاجتماعي لنصائحهم لا يودوا بالشرب طالب من جانب وجانب لا يودوا بالمجاعة 3 أشهر إن شاء الله نلتحقوا بالمجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله نتحدث عن جميع الشباب عن دعم جمعية تقارب المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد المحفوظ محمد أحمد المحفوظ ومسؤول العلاقات الخارجية لجمعية شباب فكر نظام فيها رئيس مجلس إدارة جمعية شباب فكر. هي جمعية ولاية أدلب يكون مقرها مركز في أطار، ولكن عندنا مقر هنا في شكر نظام دور حساب الثقافي والتاريخ. الحقيقة إن كان في جمعية صناع الجسم فرسان ميدان الخيري والعمل الخيري، وإن كان جمعية المدينة في فرسان العمل العصبي الشرعي في المحاضر وغير ذلك، لأن جمعية شباب شقيق فرسان هي مؤسسة العمل الثقافي وتشهد إدارته على ذلك. فسبق أن نظمنا هنا مخيم صيفيا وحضروا الوجهاء والقرب، كما أيضا نظمنا الكثير من المحاضرات والدروس التي تعنى تكوين الشباب وتثقيف في المغرب، ومقرنا هنا بجنب دار الكتاب. وبالتالي هذا العمل الثقافي والعمل الشبابي نرى أنه يساهم كثيرا في توعية الشباب وفي احتضان هذا المجال الذي كانت أو عرفت به مدينة شنقيط، إضافة أيضا إلى اهتمامنا بإفراد مثال البحث في المحطات والبحث عن المكتبات وغير ذلك من إفراد شنقيط الذي يحتاج إلى تجديد ويحتاج إلى إفراد من جديد. وفقط أردت أن أنبه الإخوة إلى أن الجمعية جمعية شباب شقيق موجودة وأنها أيضا تمارس الكثير من الدعم. شكرا. كنت عندكم تعليقين تفضل تعليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على النبي الكريم. أنا زاد بدوري. اسمك؟ الاسم أحمد بن محمد بن الطيب. أنا بدوري أرحب بالكلام. وبالنسبة لي جمعية بلاد وممثلة بالمنتخب والأمين العام لجمعية كتاب الأطفال. لأن بدوري المجتمع المدني والمجتمع بيصير العربي جميع المجتمع. بالتالي يجب علينا أن جميع الجمعيات المدنية أن ننظموا في جهود لأن ياكن ساهموا في هذا المجتمع من خلاله مجتمع مدني وعاق. وعلي هو الدور الأساسي لهذه الجمعية المجتمع المدني معنا في الإدارة الحمد لله تراقب جميع النشاطات. بالنسبة للنشاطات قطعت لنا في المدينة هون قطعت لنا نشاطين نشاط توزيع تقريبا الإفطار لساكن المدينة وزعنا هون في المدينة تقريبا على حوالي توزيع الأول 350 أسرة في المدينة. كان نصيب تقريبا الأسرة سلة تتكون من 17 متر من مختلف المكونات. وعلي مالي قام طول لأن هذا هو دور لجمعية المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شباب احنا عندنا جديد على الدكتور محمد الحجي قدماي احنا نتمنى عن يعود لكن ما يعود يقول وعدونا التجارب اللي حدثنا عنها ان شاء الله نستفيد. ولكن اعطوا كلمه الهادي من الدكتور بعدين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه. بدايه انا قلت بان كل منا له 10 دقائق. انا والدكتور لا ينبغي ان نستوي وله 17 دقيقة ودي 3 دقائق فقط لأنه هو أولادي الحبيبي مني فهو ضيف وأنا وإن كنت في شكل الضيف لأني في الحقيقة لست بضيف زعمتني شيخا ولست بشيخي إنما الشيخ من يدب لبيبة. لما بدأنا الرحلة من الوركشوب قلت للدكتور واهن الشنقيط واهن الشنقيط يا إلهام بخبخة لأنت رمز عميق فيه ما فيه. والآن أقول وقد قال الشاعر من قبل سلام أهل الشنقيطة من مصري من آل علي ومن آل أبي بكر وأنا أقول من آل آدم كلهم نعم فقد أصبح الشنقيط شنقيط. عندي 3 ملاحظات بشكل سريع. أولا بحق أن كل شخص في موريتانيا وفي غير موريتانيا يفخر بهذا الرمز العظيم لمدينة الشنقيط. تجاوز إشعاعها لفترات معينة ولما تحدث عن الأستاذ يسلموا عن فترات الازدهار لمدينة الشنقيط القرن 12 والقرن 13 وما في شنقيط الآن يجعل الإنسان يشعر بالحرج والإحراج والتقصير لأن آباءنا قد رفعوها إلى ذلك المستوى ونحن فرطنا فيها إلى أن وصلت إلى هذا المستوى. بالتالي انتماء شخص لأي مدينة أو لأي أسرة أو لأي مكان يجعل عليه من المسؤولية ما ليس على غيره من ينتمي إلى مدن عادية أو إلى أفراد عاديين. فأبناء الشنقيطة ينبغي أن يكونوا على قدر اسم الشنقيطة أو يحاولوا ذلك. والإرادة التي وجدت في هذا المكان الآباء الذين اختاروا هذه المنطقة مؤكد أنهم لم يختاروها عدم. كانت عندهم رؤية استراتيجية لفترة معينة اختاروا هذه النقطة لكي تكون هي مكان وجودهم. فقد أتوها وقد مروا بأراض ربما تكون أجمل من حيث المناظر وأسفل من حيث الوصول إليها لكن مؤكد أن كانت هناك حكمة لديهم الاختيار هذا. فكان وقد نجحوا وحققوا ما أرادوا بالوصول إلى بالمدينة إلى قمة سمو الصيف وسمو العلم وأصبحت هي المركز الإداري والمركز التجاري والمركز الإشاعي في المنطقة.
بالتالي ينبغي ممكن الشقيقة أن تعود إلى جزء من مكانتها، والإرادة التي تجلت كذلك في شق هذا الطريق من شق ابن شقيق والأستاذ موجود معنا، استطاعوا أن يشقوا الطريق إلى شقيق، والآن أصبح عليهم أن يشقوا الطريق من شقيق إلى أماكن في هذا العالم تحتاج إلى أن يصل إليها سيد الشقيق. الدكتور الأمس في الطريق قال لي الدكتور محمد وحاجي، لو كنت أعلم بأن الطريق هكذا لما أتيت معك، واليوم صباحا لما استيقظ قال والله لقد تغيرت وجهة نظري عن المنطقة، هذه السكية التي أشعر بها يعني غير، حتى قد أتمنى أن يأتي إلى الشقيق مباشرة ولا يمر بالواركشوب، كان يقول لي هذا، معناها أننا عندنا أن هناك فرص، هناك مشاكل كثيرة، هناك تحديات، ولكن يمكن أن نخلق من هذه الفرص من هذه التحديات فرصة يمكن أن نبنى عليها. الأستاذ محمد لمين تحدث وهي مسألة من المحزن جدا أن يكون اهتمام الناس الذين يهتمون بالشقيق اهتمام دول غربية منظمات غربية سواح والدور العربي والإسلامي في شقيقة ضعيف جدا، هذه حقيقة مؤسفة. لكن في الحقيقة أنا أعتبر بأن أبناء الشقيق وقد لاحظنا هذه العروض الجميلة مقصرون في الشقيق. هل عندما نبحث عن الشقيق الآن أنا شخص الدكتور محمد وحجي وغيره من الأشخاص يبحثون عن الشقيق فلا يجدون عنها شيء، لا يوجد موقع إلكتروني باسم المدينة، هذا دوره ما يشقيق اليوم، موقع إلكتروني ممكن أن يسهل كثيرة جدا. عندما نبحث عن الشقيق نجد معلومات موجودة الفرنسية عن معلومات السياحية أكثر من الموجود العربية، وهذا دوره ما يشقيق، هذه مسؤولية وليست مسؤولية الآخرين لكي يأتوا اليوم. نحن في موريتانيا على العموم العقل الشقيقي لا يحتاج من يتفسر عليه ولا يحتاج من يعلم، نحن نعرف الطريقة جيدة، لكن علينا أن نسعى وأن نعمل من أجل أن نستفيد مما نعرف. الدكتور كان يقول بأن هناك طريقتان، إذا كنت تعلم لن تغير شيئا، وإذا كنت لا تعلم فلن تغير شيئا، ستغير شيء عندما تبدأ بالعمل وبالمحاولة. وطريق شقيق أكبر دليل، يعني درس ينبغي أن يقدم للإرادة والتصميم صبر 11 سنة من أجل الوصول من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. طبعاً 11 سنة إذا تحدثنا عن الأستاذ الآن مرت بكثير من الأحداث، مرت بكثير من العقبات، مرت بمراحل التوقف، أنا متأكد بأن تكون فيها مراحل صدمة وتوقف وعقبات وعدم وجود إمكانيات، عدم وجود عمال، عدم وجود، ولكن إذا صبرنا سوف نحقق النتيجة وبدون صبر لن نغير أي شيء. هناك معناها علينا مسؤولية كبيرة أن نعرف بمدينتنا، أن نجلب الناس إليها. للأسف العرض الآن هو متاح ينفر من الشقيق ولا يجلب إليها. هذه المسألة فيما يتعلق بدور الشباب، وهي مسألة لاحظتها. من المهم جدا أن يلتقي شباب الشقيقة وشيوخ الشقيقة وأبناء الشقيقة، يتحدثوا بما بينهم، يحددوا مشاكل المدينة، نواقص المدينة، كل له إسهام. وهذه الجلسة ربما أقول بأني متأكد بأن بعض الجمعيات العاملة من بعض الشباب اطلع على معلومات عن الجمعيتين لن يكونوا مطلعا عليها، ولو أن الله سبحانه وتعالى تطلع كل شيء بقدر، لو لم نأتي نحن ربما بقي سنتين أو ثلاثة أو أربعة لم يعلم بهذه المعلومات. بالتالي مهم جدا قبل أن تصطاد الطيور الطائرة أن نأخذ الأمور البسيطة جدا والقريبة معنا. في مسائل الاحتياج ملاحظة مهمة هي أن نحن إذا أردنا أي زائر مدينة الشقيق تقدم له الشقيق الناصع أو الشقيق الثاني للشقيق وواقع الشقيق سيطروا عليه واحتياجات بشكل ملخص، نحن نحتاج إلى كذا وكذا، يكلف كذا وكذا، يمكن أن يخرج. طبعا المساعدة تم حسب المعلومات اللي عندي فيه، السائح أتى ومعه شخص عنده كسر، بحث عن نقطة صحية لم يجدها، ذهب بعد فترة أتى لتمويل نقطة صحية، لديه هذه معلومة إصبار شخص رجل إصبار أنها صحيحة، أنه لاحظ الحاجة في نقطة معينة. بالتالي نحن يمكن أن نلتقي بجو شقيق جميل في هذه الفترة، تاريخ شقيق ناصع جدا، لأنه شقيق
محمد بمطروديات نحتاج الى كذا 1 2 3 وبعد ذلك كل المسوق بحسب ما يستطيع. وانا اعتبر بان مدينه شنقيط وبشباب شنقيط بمكافحه الهجره الصفور وهجره الهجره الى المناطق والهجره الى الخارج ومفيد جدا ورائع جدا ان تكون علاقه ابناء شنقيط من خلال التمويلات انهم فعلا يستثمرون في بلدهم. هذه مساله ممتازه جدا ويمكن ان يطوروا. واعتبر بان الحاجه الكبرى وهذا سيحدث معنا الدكتور اتوقع ان الحاجه الكبرى ليس في ان نشيد الحجر وليس في ان نوفر الخدمات بقدر ما مهم ونبني سعر يمكن ان يستفيد مقتنع بان يبقى هنا مقتنع بان يعيش هنا مقتنع بانه يمكن ان يغير هنا من خلال نماذج صغيره جدا مشاريع صغيره للشباب يمكن ان يعيش من خلال هذه الحرام ويمكن كذلك ان تكون نقطه اجتماعيه حتى في الجانب السياحي. نحن نلاحظ اليوم عند الصناعة التقليدية هذه الصناعة التجارية يمكن أن تطور يمكن أن يكون هناك شيء جامع لها. هذه أفكار سريعة وأنا سعيد جدا بصناع البسمة سعيد جدا بمدينتي وسعيد جدا بكل الشباب إن شاء الله تعالى نلتقي. وكلمة فعلا دكتورة أرجو لها دكتورة تجاوز الوقت دكتور محمد جاسم محجي دكتور حاصل على دكتوراه في الفيزياء الطبية وبعد ذلك دكتوراه أخرى في إدارة المعرفة وعمل استشاريا في العديد من دول الخليج درس في أمريكا وبريطانيا وعمل مع بعض الحكومات الخليجية. الفترة الأخيرة بعد فترة حياة عملية مميزة يعني كل شخص ممكن له يجلس يقتنع عنده دخل كبير عنده وظيفة سامية قرر أن يغير شيء في واقع الأمم وواقع البشرية من خلال إلهام الشباب والمجتمعات الفقيرة في إنشاء مشاريع اقتصادية بأقل الموارد وتكون قابلة يعمل فيها الشباب على شكل مجموعات وقابل للانتشار. ممكن إذا نجح مشروع يمكن أن يعمم داخل المجتمع وخلال زيارته في إطار نشر مشروع هذا زار كثير من بلدان العالم في آسيا في الصين في الهند عمل في مع تلك المجتمعات. زار موريتانيا قبل سنة ونصف وبدأ أساسا يأتي زيارة الهدف زيارة طلبت أن عندي شنقيط بس ما يبون وطلب أنه يأتي إلى شنقيط المرة الأولى قالوا أنها بعيدة ومرة تفرقوا معي يعني من قلت لشنطة قلت لشنطة قريبة خزيزة فأتى إلى هنا بنشاط عيني ومحاضرات ومحاضرات ومارشوت كان وبرنامج علمي ويطلع من خلاله على الواقع وعنده برنامج هذا برنامج اتصالي كان ويريد أن يتعرف على واقع الناس ويحاول قدر المستطاع أن يشعل جذو نار الانطلاقة لعله يقول لعله يكون أنا شخص من أجل أن يغير الواقع. بالنسبة لي أنا قد نقول بالحسانية قاعد قاعد ما يقوله هو سأقول شيئا أريد أن الدكتور أن لا يفهم تحداكم تقولوا بالحسانية ولا يفهم أعتبر أن أعتبر أنه هو حداث عنده لاحظ فيه هو التصميم لأنه عنده شيء مقتنع به بدور وصل العالم نعرف طلع يزيد في ضغط يزيد في جهده وزار 35 دولة في العالم وكان وصل حد عدد تغيير هذه الدول. بغض النظر كان لديه يقول كان لا يقتنع به ولا يقتنع به لكن في مسألة هذا شخص مقتنع بفكرة معينة ويسعى من أجل تحقيقها ونحن من قد ما يقتنع شخص إذا لم يكن عندنا هدف حياتنا لم تكن لنا هدف وهذا هو المعنى اللي استفدته أنا بعد من الموضوع. ما فهمت الكلام بالعكس ما ذكرت مسألة العربية.
طولنا عليكم، وكنت اتمنى ان احنا يعني فعلا ايضا نجلس معاكم وقت اكثر، ما اعرف انا عشان وقت الصلاه ظاهر لازم نسرع قريب، لكن لنا شرف كبير ان احنا نشوف مشايخنا، سمعنا عن استاذنا على حق الشرف الطريق، والحمد لله انك تلقينا. بس فعلا انا قبل سنه ونص طلبت النادي شنقيط، قلت حق الدكتور هالمره صراحه لن اتي الى موريتانيا الا ما توعدني تروح، يعني ما كنت احب ان نشوف الصعوبات امامنا بسبب ان احنا نعرف ان هذه البلد طلب منها العلماء. طبعا انا تاثرت بما شفته في الجزيره الوثائقي، لاحظوا فيلم واحد لكن اثر في، يعني شفتوه اكيد، يعني فيلم الجزيره الوثائقيه عن، حتى انا كنت افكر ان العلماء هي يعني موجودين، حتى سالت عن بعض المدارس قال لا هي قريبه منها، بس هم كلهم يعتبرون اسمها، يعني صار اي عالم يريد ان يعرف نفسه انه هو عالم كبير يا اما عند العلم ماله وما حصله من انجازات، او يقول انا من شنقيط. يعني كثير من العلماء ترى يقولون احنا اصلنا من شنقيط، فخلاص تحس ان انت يعني قامه كبيره. فاللي حبيت اوصل لكم اياه ان شنقيط عباره عن علامه تجاريه. شوفوا الحين احنا دبي ولا سنغافوره، دبي خلينا نتكلم عن العالم العربي، دبي شو اللي يميزها عن اي دوله قريبه منها، او يميز حتى عن الامارات الاخرى اللي يمكن تكون هي يعني يمكن اغنى منها بالبترول ولا شيء؟ هو الاسم. دبي اسم كبير صنع من خلال اشخاص في فتره بسيطه، تكلم على 20 سنه الماضيه تم صناعه هاي الاسم. شنقيط اسم الحين اكثر من كم؟ 600 سنه 800 سنه. انتم الحين توارثتوا، وفرصه كبيره ان احنا الحين بهاي بجهود بحكمه الكبار وطاقه الشباب ان شاء الله ان فعلا نستطيع ان نعمل شيء، وان ما نكون اقل من اجدادنا ولا ابائنا ان شاء الله. انا امس تكلمت مع الشباب عبد الرحمن وجماعه كلهم امام كل جماعه اللي قابلناهم، لكن اتمنى ان شاء الله الليله بعد نجلس مع الشباب. لكن انا الحين رسالتي الى يعني ابائنا واساتذتنا واخواننا الكبار، ان ترى هو لابد ان يتوحد لنا. يعني انا لاحظت ان عندنا عده جمعيات في بلد صغيره مثل شنقيط، خلي معلش جمعيات كلها ان شاء الله تكمل بعضها البعض. هاي مشكله العالم العربي العالم الاسلامي، يعني كل واحد يبي يسوي له شيء بروحه وقت، لكن على الاقل نتلاقى ونثبت حق الناس ان احنا فعلا عندنا هدف واحد. والهدف اللي انا راح اعطيكم اياه، يعني اللي راح اقترحه لكم واللي اتمنى اني اقدر اشتغل وياكم فيه، مثل ما قال الدكتور انا ما اشتغل في عمل خيري، انا اشتغل احنا تعرف الفكره لما اسجل شيء يجيني كثير من الناس يبون مثلا اوقاف يبون، هاي راح ياتي ان شاء الله اوكي، لكن احنا نشتغل في عمل يغير المجتمع. احنا شنو عندنا قضايا في شنقيط؟ عندنا قضيه الفقر، عندنا قضيه اوكي حتى لو متعففين من فقراء في الاخير اوكي، بالعكس هاي لازم نبحث عليهم ومو نبحث عنهم من خلال الخدمات، لكن بالطريقه اللي راح اكلمكم عنها. عندنا قضيه البطاله، عندنا قضيه العطاله. يعني واحد من الشباب امس اتكلم مع الشيخ الله يحفظه احمد، اقول له انت ما عندك بطاله، انت عندك عطاله، انت مخلص شريعه لكن انت الان لا تعمل بالطريقه الصحيحه، انت الان متطور، فهي سميها عطاله وليست بطاله. بعد هو يعمل لكنه ما يعمل بالطريقه الصحيحه، ما عنده راتب، كيف راح يقيم اسره؟ كيف راح يستمر هنا؟ اسهل شيء انه يهاجر، بما في شباب عبد الرحمن والغير يفكر يهاجر، فكيف احنا يستمر العمل اذا الشباب هاجروا؟ يعني الطبقه الوسطى المحتمله اللي ممكن كانت تكون في المجتمع الشنقيطي سوف تندثر، يظل طبقه فقيره وطبقه اغنياء ياتون الى شنقيط يبنون لهم بيوت كبيره ويتركونها يجون في فترات الصيف. فانا يعني اشوف ان احنا لازم ننظر الامور بطريقه مختلفه. اعطيكم انا مثل ما قال الدكتور، احنا يعني اشتغلنا، رحنا البوسنه مثلا جلسنا 5 شهور، واتمنى ترى اتمنى فعلا ان احنا نوفق وناتي لشنقيط اذا في فعلا مشاريع، وشفنا ان فعلا الناس بدات تشتغل باللي نقول لها احنا ناتي ونقعد عندكم شهرين ثلاثه اوكي، يعني هاي مستعدين. نقول لكم انا زوجتي، انا اتكلم انا وزوجتي مو بس يعني يمكن الدكتور وغيره، اتكلم انا وزوجتي احنا هاي شغلتنا متفرقين، ان احنا بنسوي مشاريع نسميها نماذج ناجحه. احنا ناس مفكرين، طلع كتب، احنا عندنا 21 كتاب، عندنا مجلتين على 200، فاحنا هدفنا نسوي تطبيق في شيء ما ثم نكتبه للعالم ونقنع العالم ان ترى ممكن التغيير باقل الموارد اوكي، بدون اعتماد على الماده، بالعكس يتغير النموذج مالنا. اللي قلته الشيخ صحيح، دور العالم العربي
واعتبر صحيح ان دورنا في المشرق انهم ياتون بشنقيط، لان هي احنا يعني اذا احنا نتكلم على حين الان احنا اتكلم لكم شخصيا، عندنا دوره حق غزه، اشتغل مع غزه، اشتغل انا مع نابلس بس عن طريق النت، يعني الانترنت ما نقدر نصلهم طبعا. فاذا هم هذيل اهل الرباط نريد ان ندعمهم، نفس الشيء انتم اهل المغرب، انتم في الرباط الان، انتم في هذه الرباط المحافظه على رمز اسلامي كبير ما يندثر، وهو قاعد يندثر مهما تقولون احنا مرابطين، هو يندثر. شفنا يعني اللي شفناه اللي كنت اسمع عن شنقيط غير اليوم شفته، بما في المخطوطات، بما فينا نقنع الاسر ان المخطوطات هذه مش هو صحيح ملك لهم وقف لهم، لكن لازم ايضا هم يبتدون يعطون الشباب فرصه ان يبتدون يستفيدون من المخطوطات. يعني فراح اتكلم في اشياء كثيره يتهيأ لي احنا يبي لها جلسه، لكن حبيت اعطيكم مثل في شخص في سلوفينيا، شخص امن ان هاي بلده هي ممكن تكون مصدر شعب، ما عنده شيء. شنو عنده هاي الشخص؟ عنده نحات، هو ينحت تماثيل. فقام هو ايش سوى؟ قال هو عنده علاقه مع شخصين ثلاثه من دوله ثانيه، من فرنسا، واحد من ايطاليا، دعاهم في اول سنه. بداوا هم ثلاث نحاتين ينحتون هو جبل، منطقه جبليه، وانت تطلع كل ما تطلع الجبل. فسووا حطوا ثلاث تماثيل يستضيفون الفنانين هذيل الاثنين، استضافوهم في بيوت الناس. اوكي سكنوا يعني فيه، ما عنده شيء، وما عنده فلوس يعطيهم اياه ولا شيء. اوكي في السنه الثانيه جاوا 10 زياده، في السنه الرابعه الحين اكثر من 100 نحات ياتي الى هاي المنطقه. الجبل كله لما تلف عليه في هاي سلوفينيا كله عباره عن منحوتات، من اغلى المنحوتات، قيمه المنطقه بالملايين بالمنحوتات اللي فيها، لان احسن نحاتي في العالم بسبب جهود شخص واحد امن بشنو بهذا الجبل بمنطقته. يستضيفونهم الناس فيه، ما يعطونهم فلوس ولا شيء. انا متاكد ان لو قلنا حق احنا فعلا مثل ما قال الدكتور، لو بدينا باشياء محدده واضحه عندنا مثل الموقع، احنا نكلمكم عايش سامحني الدكتور انا راح لي هاي، احنا نتكفل بالموقع، تكلفه الموقع احنا نتكفل فيه. شوف الاشياء الرئيسيه احنا نقول اعمال قليله ولكن تاتي بنتيجه كبيره، اعمال قليله لكن تاتي بنتيجه، راح نركز عليها بعض الاعمال. تكوين الشباب كيف انهم يقدرون يعالجون قضيه الفقر. على فكره انا دائما قلت امس حق عبد الرحمن، اذا في القائمه هاي ناس انت صار لهم قائمه توزع عليها سنويا، او اللي يكفلهم ولا شيء، هم ناس صار لهم ثلاث سنوات وزياده وما زالوا على نفس القائمه، معناها احنا قاعد نكرر قضيه الفقر بدون ما ندري. احنا ما نبي نشتغل يا جماعه بالعاطفه، هاي لازم يستمر، خدمات لازم تستمر، وهاي في لها منظماتها، وراح تشوفون الناس ان شاء الله تجيكم، وخاصه اذا تم تسويق مثل هاي الفيديوهات بطريقه صحيحه من خلالكم، مو بس من خلالي انا في السوشيال ميديا، وقمت تنقلونها الناس. لا شك ان الناس، يعني اعطيكم مثل، انا زيارتي الماضيه كنت اقول حق الدكتور، انا صورت شوارع في نواكشوط، يعني اتكلمت شويه عن الفقر وكذا فيها. انا ما عندي ناس متابعين وايد مثل الشباب، وصل انا عندي في فجاه بس في لحظات 10,000 شخص، لان ما في شيء عن موريتانيا، ما بالك عن شنقيط. موريتانيا من الدول غير معروفه، ما عليها نشاط، ما عليها، ما يجونهم، ما عليها ريل، يعني العرب ما يجون المنطقه، العرب كلهم اشتياق ترى الى موريتانيا. ولما قلت الحين حق كثير من اصدقائي، سواء هم مشايخ او علماء او هم ناس عاديين، كل ما اقول له بروح انا شنقيط يقول لي اوه انا بروح معاك. يعني تصور حب الناس حق هاي البلد. فاحنا خلينا نشتغل بطريقه ان شاء الله حرفيه كيف بدنا نقلل البطاله. يعني امس اعطيتك انا كم فكره؟ يمكن 20 فكره، صح؟ يبينا بس الان شنو؟ طريقه التفكير. وهي مش فكره، هي طريقه طريقه التفكير. التفكير اوكي. فاحنا تكلمنا عن طريقه التفكير، كيف ممكن احنا نشتغل. يعني اليوم انا لو انا عرفت كسائح عربي، انت تقول السياح مثلا، ما انت ما تبي تشوف العالم، متى هو الانسان يصير يتبرع؟ اوكي انت هو يتبرع لما ياتي للبلد، اذا ما ياتي للبلد اكيد ما راح يتبرع، صح؟ اوكي لما ياتي البلد يتعاطف معاها ويتفاعل معاها ويشوف اهاليها ويعيش بينها ويجلس اكثر من 3 ايام، لا تظن ان الانسان ما راح يطلع متبرع بشيء ما، لا حتى بدا يصرف بطريقه غير مباشره. هذا متى يحدث؟ لما مثلا اليوم شبابنا يشبكون مع المؤسسات السياحيه، وعندنا سياحه نظيفه، يعني نقول لهم عندنا سياحه نظيفه عائليه، في هاي الاوقات راح يكون لكم هذا المشروع، راح تزورون هذا كذا وكذا وكذا، راح يكون عندنا هدايا لكم في كذا وكذا. هاي والشباب يبدون يدخلون في هاي المجالات، المخطوطات، الاشياء المعروفه عن شنقيط، المخطوطات، الاثر، طريقه البناء، الحجاره، اللي قاعد يشرح لنا اياها اليوم عبد الرحمن. بس هذا لازم يصير من خلال توافق عده جمعيات تتفق، لا
لانها مصدر دخلكم انتم، ما تبدون طول الوقت على الناس ان تساعدكم، عشان مع الوقت يصير عندكم اوقاف. فالاوقاف انواع، اوقاف اموال تاتيني دائما من خلال الخدمات اقدمها، واوقاف تاتيني اشتري اوقاف مع الوقت. وهذه اللي احنا يمكن احنا مركزين عليه يعني في عملنا. وانا اقول مره ثانيه اكد اللي قاله الدكتور الهادي، احنا عندنا في البحرين او في دول الخليج صار عندنا مشكله في ما يسمى العلاقه بين الاجيال. انتم محظوظين، انتم ما زال الابن يعيش مع الاب او الجد يعني حتى، صح ولا لا؟ يعني عندكم هاي العلاقه. احنا ترى الحين دولنا ما فيها العلاقه، يعني انا ابني ما راح يشوفني بعد ابني في الفيديو، ابني ساكن جنبي يمكن نص ساعه بس اشوفه مره في الاسبوع. لا زين، وهذه ترى ظاهره بعد ابني احسن غيره، في ناس جيران يم بعضهم ما يشوفون بعض، وهي ظاهره واحنا نعالجها ونحاول نعالجها ونسوي مشاريع كثيره عشان هاي الشيء، عشان ابني العلاقه ويتكلمون مع بعض كل شيء. لكن هذا الواقع، لان هذا الجيل يسمونه جيل مين، يعني جيل انا، هذا الجيل اللي ولد ما بعد التسعين يسمونه جيل انا. وجيل انا شنو صفته؟ ان التلفون ولد والتلفون في يده، يشوف التلفونات فهو يشوف العالم، هو بالنسبه لهاي العالم ما عنده هذه اللو. لما تقول انا ربيت ابني تربيه اسلاميه ولا ما في هاي الكلام، خلاص هو جيل. وجيل على فكره هذا الجيل يريد ان يترك بصمه، يعني يمكن غير عن اجيالنا السابقه انها كنا حياه ونحن لا، هي يبي يترك بصمه بس لازم نواجهه، لان اذا ما وجهناه يصير عنده الانانيه وهاجر، ولا يترك يقول انا ما استطيع اضحي كذي، انا بترك بصمه يمكن لما اروح برا اقدر اترك بصمه. فكيف نشغله بهاي الشيء؟ اول شيء احنا ما نشتغل في موضوع الالهام، نقول لكم ان العمل التطوعي شباب ترى هو مصدر الالهام رقم واحد. كل قياساتنا ان العمل التطوعي هو اللي يغير الناس. ثم على فكره التحديات، وخاصه في منطقه اسهل شيء انك تكون في نواكشوط، اصعب شيء انك تكون هناك تحديات، صعوبه الحياه، هذه اللي تصنع للناس اللي هم يصنعون الالهام. والشيء الثالث طبعا واللي هو اهم شيء، ان احنا فعلا عندنا علاقات قاعد نشبك بعض بيننا بعض. يعني انا احييك عبد الرحمن، كان ممكن احنا ما نشوف الجمعيات الثانيه، لكن احييك واصفق لك صراحه زين على شنو، على انك جبت هالجمعيات وان خليتهم كل واحد يعرف. يعني هاي شيء ترى جميل، وان شاء الله تستمر هاي الروح بيناتكم، واتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق الاهداف اللي احنا نبيها. اعطيكم احنا امثله، مثل بسيط كيف قاعد نحاول نحل الفقر في مثلا نواكشوط. الحين احنا نعتبر نفسنا في الخط الاول، فشلنا في بعض الاشياء، لكن مثلا اليوم شيخنا لو احنا قلنا ان احنا في ناس تخيط سجاد، عندكم انت احد يخيط سجاد؟ في مثلا الزرابي المحلي، زرابي من وبر الابل، اوكي هو تعاونيات يمكن مثلا ما لازم، هاي في عده وسائل، ترى مئات الوسائل، بس انا اعطي مثلا. هذول الجماعه هم الحين هم يصنعون ويبيعون على المصنع، اوكي، او انهم كانوا يستقرون في المصنع واحنا قلنا لهم تعالوا رجعوا الى قريتكم. ما نهدف اليه، احنا نسوي وقفيات، احنا كمؤسسه مهتمين نسوي وقفيات لانتاج، مو للاسره واحده، لعدة، يكون نحط مثلا ماكين يعني جهاز اللي هي مال تصنيع وبر الابل السجاد، نحطه في بين، نقول هاي حق اربع خمس يعني تعاونيه، مش حق امراه واحده ولا شيء. واحنا ندعمه بالصوف وندعمه بالتكوين بحيث انه يصير تكوين عنده، اوكي. هذه راح يعز اول شيء احنا نبي نضمن ترى ان المراه بعد لها دور من انتاج في المجتمع، اوكي. فهذه الافكار احنا ندور على اشياء مثل هذه. قلنا حق الشباب امس، انتم تقولون قالوا لنا بندرب ناس شباب خياطه، قلت لهم احنا ما نبي خياطه، ملابسكم موجود كثير، لكن ابي خياطه مثلا تعطي مثلا تكتب عن شنقي بالعربي بالانجليزي وانا اخذ هدايا مكتوب على التيشيرت انه والله هاي شنقي. نبي خياطه هي تعطي دعم للسياحه، اوكي، موجهه، لان هذه الموجه طبعا هي مو بناء على اراء او افكار. قلت له اول شيء لازم تدرس تعرف انه هل في حاجه ولا لا، بناء على ان نشبك مع السياحه، نعرف يعني الناس اليوم اللي جاوا هذول الاجانب كلهم ما يبون يشترون شيء، صح ولا لا؟ لو كانوا يعرفون شيء منظم مرتب من خلال حتى الجروب السياحي اللي جابهم ولا شيء، لا شك انه راح يشترون منه. بعدين انا اقول لك شيخ لا ترهن على العرب، في يعني نحاول نقول حق العرب، لكن لما نرهن في السياحه احنا ما نعرف عربي ولا غير عربي، نعرف شيء واحد، عندنا اخلاقياتنا، نحاول نراوي الناس ان شنو؟ ان هاي العرب مع الوقت راح يجون، شوف اذا منطقه صارت سياحيه قويه وفيها خدمات سياحيه راح ياتون العرب، والخدمات السياحيه في لها وقت، يعني احنا اليوم احنا يعني في النزل الساكنين فيها ممتاز خدماته، لكن ما توقعنا فيه نزل كثيره ما
ممتازة خدمات. كل ما يجون عرب راح أكيد راح يصير إن شاء الله زيادة في طلب وفي دمان. لكن الراهن إن إحنا لازم يصير عندنا هالخدمات لأن إحنا منطقة سياحية، لأن إحنا براند، لأن إحنا اسم كبير. شكرا لكم، سامحونا على. أول شيء عرفنا مرة ثانية باسم القاعة أصلاً بانيتها شركة سنيم. بس لا عرفنا باسمك عشان لو أحد بيتواصل معك شيخ. محمد لمين بحان. نعم. عندي إيميل اللي قد نعطيه. زين. الإيميل شنو أقول الحين الاسم؟ إيميل. لمين بحان at yahoo.com. أوكي. والله لمين بحان لن نكتبلكم زين ان شاء الله ان شاء الله. اذا بعجالة بنايه اصلا بناتها شركه موريتانيه عهد الرئيس معاويه بن احمد الطائع لانه بنى كل مقاطعه دار سميت دار الكتاب. نعم. وعلى كل حال دور الكتاب سلمت للمدن القديمه المدن التاريخيه البلديات اللي موجودة وزارة الثقافة باطنة يعني. إذن فيها مؤسسة في نواكشوط مؤسسة المدن القديمة هي اللي عادة كانت تسير الأماكن. خلق في اتفاق مع إيطاليا في إطار المنططات جهاز تنظيفهم بصفة صحية يعني تدخل ليدهون إنسان ما عنده اتصال بالأعد في جراثيم والفرشات هذه اللي تنظف فيها. عندنا طريقة أخرى بسط منهم معنا عمله هكذا. نعم. وعندنا قفازات ولا كلمة. نعم. معروف. وصنيه. نعم. ونزيل الغبار هناك. ممتاز. ثم نتخلص منهم. نعم. وبعدها نعمله علب فيها ورق خاص. نعم. اللي هو موجود هنا قابلنا الإيطاليين هذا. نعم. مقاوم لدابس الأمضل المادي المادي السليلوز. نعم. وهذا المتدربين عملوا علب كيف فعل كلها على كتاب معين. نعم. اذا هذا الحفظ الكتاب بعدها هذا نفتح بس تفتح بس يطلع هذا مصمم على لكتاب معين. نعم. ولكن ما هو مخطوط لو كل اللي فيه مخطوطات خليناهم فيه. ايوه. اذا هذا يحضن الكتاب هو نفسه بعد ما يزال التلف ويحضنه الغبار. ايوه. بعد ما ينضب ثم نعمل تصوير. عندنا جهاز تصوير متطور سكانر. لا لا جهاز تصوير اها صور هذه. ايوه. وفي برنامج على الشاشه. نعم. نراقبوا منه الوضع هون. نعم. الحين هالمكتبه اللي زرناها هاي في صورتها كلها؟ لا 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 مكتبه قاعده هي مخطوطات هيك مكتبه مطبوعات مكتبه الحبت. اي الحبت عملنا لهم ما يزيد على 30 كتاب. ولكن هذه في التجربه الاولى احنا كان يجينا خبير من المكشوف كان يقول كان عنده 3000 وحين بقى عنده 1000 ما كم يعني راحوا كله قام عندهم 3000 ايه ايه تلف الكثير من زيف. انا قلت له يعني حرام ان هذه انت قاعد تخسرهم لا انتم تخلون الناس تصورهم ولا كان الحمد لله نعطيكم هذه ورقه بالعربيه موجوده عندي وتخلي نعم 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 يعني ما اعرف كيف يعني هم اذا حتى اذا بيخلي حق ابنائه ما بيستفيدوا منه قاعد اكل